من أعاجيب الزمان أن بلداً يمر به نهران شهيران يعاني من الجفاف وانهيار القطاع الزراعي. العراق الذي يطلق عليه اسم بلاد الرافدين بات يعاني نقصاً حاداً في المنتجات الزراعية وارتفاع شديداً في أسعار تلك المنتجات، ما يفاقم معاناة الأهالي في محافظات العراق. يعني تصور هسه كيلو لحم ب 15,000، فقير ما يقدر يشتري. كيلو بوتيتا ب 1000 دينار، اكو اسعار كيلو تمن ب 2000، بطل الزيت ب 3000 دينار. الفقير ما يقدر ياخذه، ما يقدر يشتري. يعني اللي عنده راتب ومتمكن يقدر يسوق، بس الحالات حالته رديئه، يعني فقيره ما يقدر. ما يقدر. عندنا احنا نايب القضاء البطاله يعني نقول 90%. ماكو عمل، ماكو استثمار بهذا القضاء. المواطنون في ديالى والبائعون في أسواقها يرون أن غياب الدعم الحكومي عن الفلاحين وعدم قيام الحكومة بمسؤولياتها إزاء توفير الماء والبذور والأسمدة للزراعة بسبب انشغال السياسيين بصراعاتهم على السلطة، ولو أدى ذلك إلى إثقال كاهل العراقيين بمزيد من الأعباء الاقتصادية وسط أزمة مالية خانقة. المفروض هذا حاصلنا كليته صيفي، فأكثر مستورد. يعني حاصل ماكو مكافحة، ماكو مي، ماكو. احنا ببيوتنا مي ما شبعاني، ولا الفلاح شي يقول؟ يعني يجيب له فلاح شكبرة شقد زارع مزرعة مالته شكبرة، يجيب له هالقد بانيات، لوش هالقد باذنجان، ليش؟ لان مي ماكو، مكافحة ماكو. غير أن الأوضاع في باقي محافظات العراق لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في ديالى، فغياب الدور الحكومي عن دعم القطاع الزراعي والصناعي والاعتماد على القطاع النفطي مصدراً شبه وحيداً للدخل القومي خلف انهياراً واضحاً في هذه القطاعات، كما خلف سيطرة للمنتج الأجنبي على حساب المنتج المحلي، وضعف أعباء المواطنين الاقتصادية إذ غابت عنهم منتجات بلادهم، كما غابت عائدات النفط التي ينهبها الفاسدون الجالسون على مقاعد السلطة.